ما حكم رجل ذهب ليصنع أوضة نوم عند نجار؟ النجار ما عندوش خشب، فقال له أوضة النوم دي بتتكلف 50,000 جنيه. قال له خد 20,000 جيب خشبك وابدأ اشتغل، وأنا أعديك أول بأول وأنت بتنجز. المعاملة دي حرام، المعاملة الشرعية دي حرام. ليه؟ أنت اديته 20,000 جنيه في أوضة نوم مش موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. تاني حاجة، انت بعت دين بدين، يعني اشتريت اوضه نوم بدين باوضه نوم مش موجوده اصلا بدين تاني. طيب ايه الصح؟ الصح ثلاث حاجات، يا تديله ثمن اوضه النوم كامله، يبقى انت اشتريت اوضه نوم سلم وحددت صفاتها وحددت موعد استلامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم في وزن معلوم الى اجل معلوم. التانية ان انت تديله ال20,000 دول مقابل الدولاب مثلا، مقابل مثلا السرير والسراح، يبقى ده سلم في دول بس، واما يجيب بقية خشب اوضه النوم تبدأ تدفع له في اوضه النوم التاني. الاختيار التالت ما تدفعلوش حاجة لحد ما يجيب الخشب، وانت تبدأ تحاسبه بقى زي ما انت عاوز. قولوا قولي هذا واستغفر الله. سائل يسأل عاوز اعمل بوابة حديد للبيت بتاعي، فراح للحداد ما عندوش حديد. قال له البوابة بكام؟ قال له البوابة ب10,000 جنيه. قال له خد 5,000 اهو وابدأ اشتغل، وكل شوية عديك فلوس لحد ما البوابة تخلص، وحدد صفات البوابة. كلام ده حرام، حرام على الحداد وحرام على الرجل التاني المشتري. ليه؟ لأنه دفع 5,000 جنيه في باب حديد مش موجود لا هو ولا الحديد بتاعه. ما لو الحديد بتاعه يشتري براحته، والنبي قال لا تبع ما ليس عندك، وانت اشتريت ما ليس عنده وهو باع ما ليس عنده. تاني حاجة، بعت دين بدين، اشتريت بوابة مش موجودة بفلوس لسه هتتسد، والنبي نهى عن بيع دين البدين. الحل ايه؟ ثلاث حلول. اول حل انك تدفع له ثمن البوابة كامل بصفاته بتحديد موعد الاستلام، بقى بيع سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم في وزن معلوم الى اجل معلوم. الاختيار الثاني انك تديله ال 5,000 جنيه وصاد 10 لواح صاج مثلا. ليه؟ يبقى انت اشتريت دول سلم، دول اشتريتهم سلم، هيجيبهم يصنعهم سلم، يبقى اشتريت جزء من الحاجه. الحاجه الثالثه، ما تدفعش ولا جنيه لحد ما يجيب الحديد وتشوفه قدامك، تبدا تدفع له بقى ثمن البوابه، ثمن التصنيع وثمن البوابه. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. سائل يسال أريد أن أشتري ورق سيارة من معاق، معاق له حق يشتري سيارة مع ورق إنه هيجيب سيارة مخفضة، هو هيشتريها ب50,000 جنيه من معاق ويروح هو يشتريها. الكلام ده حرام. حرام ليه؟ لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك، والمعاق لسه ما عندوش السيارة، إزاي يبيعها؟ فده حرام. طب إيه الشرع؟ الشرع إن هو والمعاق يعملوا شراكة مع بعض، أنا بالفلوس وأنت بالورق، ونفضل احنا الاثنين بنجري لحد ما العربية تيجي وتقف قدام البيت، وبعد ما العربية تيجي وتقف قدام البيت نبدأ نشوف ثمن العربية دي كام، ونشوف احنا متفقين على نسبة كام، ربع وثلاث ارباع، نديله الربع بتاعه. ما ينفعش اشتري ورق واخد بعضه ويمشي وانا اتصرف بعد كده، الكلام ده كله حرام. جزاكم الله خير. ما حكم واحد دخل على مكتب تصوير قال له انا عاوز 100 مذكرة ب1,000 جنيه. عندك ورق؟ لا ما عنديش. طب خد 500 جنيه جيب بيهم ورقك واشتغل، وما تجيب ورقه وتصور وانا بستلم هسلمك ال 500 تاني. الكلام ده حرام. حرام لان هو اشترى دفع ثمن مذكرات وورق مش موجود، والنبي قال لا تبع ما ليس عندك. وحرام لانه اشترى دين بدين، اشترى ورق مش موجود بفلوس لسه ما اتدفعتش. طب ايه الحل؟ ثلاث حلول، يا يدفع ال 1000 جنيه كاملين في مذكره محدده المواصفات محددة موعد التسليم، يبقى ده بيع سلم. من أسلم في شيء فليسلم في كيل المعلوم في وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. أو يدفع ال 500 جنيه دول ثمن 50 مذكرة بس، وأما يجوا ال 50 دول نبدأ بقى، والورق يجي بتوع ال 50 التانيين نتحاسب عليهم. تالت حاجة، إنه ما يدفعش حاجة لحد ما يشوف الورق التصوير قدامه وبعدين يدفع الفلوس. كل قول ده واستغفر الله. واحد مسافر بيسأل بيقول أنا مسافر دخلت أصلي في المسجد، خلوني إمام، خلوني إمام، أصلي بالناس الظهر 4 ولا 2؟ نقول له يجب عليك تصلي الظهر 2، حرام تصلي الظهر 4، لا يجوز تصلي الظهر 4 إلا لو كنت مأموم والإمام بتاعك مقيم.
طب ايه الدليل ان القصر في الصلاة رخصة واجبة؟ رخصة واجبة، حرام اللي ما يعملهاش. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي ما صلى في سفر إلا قصرا. الدليل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين في السفر، ثم زيدت في الحضر ركعتين. يبقى الصلاة فرضت في السفر ركعتين، حرام واحد مسافر يصلي الظهر أربعة أو العصر أربعة، لازم يصلي اتنين، يقول للناس أنا أقصر، وبعد الصلاة يقول أتموا صلاتكم فإن القوم سفر. جزاكم الله خير. سائل بيسأل: ما حكم الواسطة للوظيفة؟ الواسطة لها أجر عظيم جدا. قال النبي: لأن أمشي مع أخ في حاجة خير من أعتكف في مسجد المدينة شهرا. وقال النبي: من صار مع أخ في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تذل الأقدام. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولكن الواسطة لها أربع شروط عشان ما تبقاش حرام. أول شرط أن يكون الوظيفة فعلا محتاجة، ما يكونش عمالة قاعدة ما بتشتغلش. تاني وظيفة أن الشغل أن يكون فعلا معاه مؤهل لهذه الوظيفة. تالت حاجة ما يكونش في مسابقة وهو رجح بينهم، يعني في خمسة متقدمين ودخل بالكارت بتاعه ترجح. سادس حاجة ما ياخدش فلوس على وجهته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى إليه هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. حرام تاخد تدي فلوس للوسطى إلا لو كان أنفق فلوس، لو صرف فلوس على الورق وكده تديله، لكن بالوجاه ده بابا عظيما من الربا. جزاكم الله خير. تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أنا مضطر أدفع فلوس لوسطى عشان أتعين، هنقول له لا، الدفع فلوس لوسطى عشان تتعين ده حرام، ويجوز بأربع شروط. أول شرط إن يكون الوظيفة فعلا محتاجاك. تاني شرط إن أنت مؤهل لهذه الوظيفة. تالت شرط ما يكونش مسابقة، ما تجيبش واسطة في مسابقة. طب لو التلات شروط اتحققوا يبقى خلاص ده حقك ولازم تاخده. طب ما عرفتش تاخده غير بالفلوس واضطريت لكده، تدفع رشوة حرام للي ياخدها، الوصلة اللي تاخدها وانت دفعت مضطر، فانت ليس عليك إثم. جزاكم الله خير. تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أنا بروح أشتري خروف من السوق، فبلاقي السوق كله كدب وبلاقي دوشة، فبقف بره بستنى الفلاحين والناس العرب وهم جايين بالبضاعة بتاعتهم، بشتري من بره وامشي. نقول اللي أنت بتعمله ده حرام. حرام تشتري من بره السوق، لازم تخش السوق وتشتري. قال: طب أنا ما بكذبش عليهم، ده أنا بقول لهم السعر حقيقي. نقول له: بس أنت بتدي فرصة لغيرك بيكذب عليهم. والنبي قال: لا تلقوا الركبان. اي واحد بيشتري بيتلقى الناس قدام السوق حرام عليه، يتقي الله ويدخل جوه السوق، وحرام على اللي صاحب الحاجه يبيع بره السوق. واحد بيستنى الناس قبل ما يخشوا المدينه ومكه ويروح مدخل الميكروباص عشان يقول لهم ان اشتروا بدلوا عمله من عندي ويديهم اسعار اقل، برضو حرام. حرام تاخد الناس على من بره وتديهم، انزل في السوق واشتري وبيع. لا تلقوا الركبان، كل التجار اللي بيشتروا من بره بيعملوا حرام، ربنا مش هيبارك لهم. اتقوا الله وخش السوق. جزاكم الله خير. سائل يسأل: أنا عندي عربية وفي واحد عاوز ياخدني نروح نشتروا علب بمئة ألف جنيه قسط، وبعد كده هياخدني ناخدوا العلب ده نبيعوه بسبعين ألف جنيه، أروح معاه ولا ما أروحش؟ لا ما تروحش، لأن اللي بيشتري قسط ويبيع فوري عشان يمسك فلوس ده راجل آكل الربا، ربنا لعنه، لعن آكل الربا وآكله وموكله وشاهديه، وكل اللي قرب منه ملعون، وفي القبر هينزل بحر دم ما هوش طالع منه، وفي الاخره يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذنبه اشد عند الله من 36 زنية. حرق العلف ربا. طب ايه الدليل؟ من الكتاب قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اللي اعتدوا في السبت عملوا ايه؟ كانوا عاوزين يصطدموا السبت، رموا الشباك الجمعه ولموها الحد. فهو برضك عاوز 70,000 فوري ويسدهم 100,000، فيعمل ايه؟ هيعمل العلف. طب تالي دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحروا محارم الله بأدنى الحيل. تالي دليل قول ابن عباس: درهم بدرهم بينهما حريرة. وهنا نقول له 100,000 70,000 ب100,000 بينهما علف.
ثالث حاجه قال عمر بن عبد العزيز من التابعين: التورق ربا، التورق ربا، حرق البضاعه ربا. اخر حاجه الامام شيخ ابن القيم بيقول ابن تيميه نص على ان التورق وحرق البضاعه ربا، وفضلوا يحاربوا فيه لحد ما مات هو والامام احمد، وهم بيقولوا ربا. الامام احمد حطاه في ابواب العين. طب نعمل ايه؟ معناش فلوس، اتصرف، لكن تروح تاكل ربا لا. الربا عذاب من الله تعالى، ولا تمشي معاه ولا تكلمه اللي بيحرق. سائل يسأل: واحد جاي لي عاوز يشتري مني ب100,000 جنيه غنم قسط، وانا عارف ان الراجل ده هياخد الغنم من 100,000 دول يبيعهم ب70,000 عشان محتاج فلوس. نقول له إن لو انت بعت له يبقى انت ملعون، لان ده بيحرق، والحرق ربا والتورق ربا، ولعن في الربا اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. اوعى تبيع له، اللي يحرق بضاعه حرام عليك تبيع له. طب ايه الدليل ان التورق ربا؟ 5 ادله من القران. قال الله تعالى: ولا تكونوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين. اللي اعتدوا في السبت، اتحرم السبت، عملوا حيله واصطادوا يوم السبت، رموا الشباك الجمعه ولموها الحد. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والراجل ده بيستحل الربا بأدنى الحيل، ومش عاوز غنم، هو أهم حاجة عاوز الفلوس. قول الصحابة: قال ابن عباس: درهم بدرهم بينهما حريرة. يعني اللي يشتري حرير قسط ويبيعه فوري ده راجل مرابي. ده قول ابن عباس والصحابة. التابعين: قال عمر بن عبد العزيز: التورق ربا، الحرق البضاعة ربا، اللي بيشتري عشان يمسك فلوس ربا. الإمام ابن القيم بيقول إن ابن تيمية الإمام الناس حاولوا معاه لحد الوفاة، بيتخانقوا معاه عشان يحل لهم التورق ويقول لهم ربا. الإمام أحمد حط المسألة دي في أبواب التعيين وأبواب الربا. إياكم والتورق، وإياكم تعاملوا مع حد بيحرق بضاعة. جزاكم الله خير.